صباح الخير شباب، راح نبدأ الآن محاضرتنا لهذا اليوم. اللي ما انضمنا إن شاء الله راح يقدر ينضم لنا فيما بعد. الصورة واضحة أمامكم؟ نعم سيد. نعم واضحة. محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون هي المحاضرة الثالثة ضمن الـ Basic Concept of Digital Signal Processing، واللي تضمن لنا اليوم مبدأ مهم جدا من المحاضرات أو من مبادئ الـ Signal Processing اللي هو الـ Sampling Theorem، عملية النمذجة. الـ Conventional Signal Processing اللي نحن متعارف عليه الإشارة الداخلة إلى for any system هي continuous time signal أو analog signal. الـ conventional التقليدي راح يكون الـ output لهذا السيستم الموجود أمامكم هو أيضا راح يكون من نوع الـ continuous time system، يقوم بالعمليات الرياضية اللي اتطرقنا لها بالمحاضرة السابقة. ممكن أن تكون فوريير، ممكن أن تكون لابلاس، ممكن أن تكون any System Design. الأوتبوت لهذا راح يكون أيضا من نوع الـ Continuous Time Signal. Output راح يكون من نوع الـ Continuous. بالنسبة إلى الستاندر المتعارف عليه إن الإشارة اللي تكون من نوع الـ Continuous راح تمر بمرحلة وسطية قبل ما تدخل إلى السيستم، راح تقوم باستخدام عمليات تحويل for Continuous to Discrete. إذا نحتاج في هذه المرحلة إلى A2D conversion، تحويل الإشارة from analog to digital. ومن ثم تلاحظون إنه الإشارة راح تكون أمامنا من نوع الـ digital signal. X of N راح تتحول الإشارة إلى digital or discrete، ومن ثم راح نقوم بالعمليات الـ signal processing راح تكون من نوع الـ discrete time system. بعد ما راح تخرج الإشارة الناتجة من هذا البروسيس راح تكون هي عبارة عن ديجيتال أو ديسكريت تايم سيجنال، فحتى نحصل إشارة بالأوتبوت كونتينيوس فراح تدخل إلى بلوك آخر اللي هو دي تو أي كونفرشن، عملية تحويل هذه الإشارة from digital to analog conversion. إذا تلاحظون هذا البلوك التفصيلي ل عملية الـ A to D conversion أو البلوك التفصيلي للـ Digital Signal Processing System. لاحظ أنه الإشارة الداخلة هي عبارة عن إشارة analog. إذا تلاحظون في هذا الشكل الموجود أمامكم أنه قبل عملية الـ A to D conversion هناك ما يسمى بالـ Analog Filter. ما هو الغاية من هذا الفلتر؟ في العديد من الأحيان إنه الإشارة الداخلة تحتوي على نويز أو مركبات من الترددات غير مرغوب فيها، فحتى نتخلص من هذه الترددات الغير مرغوب فيها أو من النويز فنلاحظ إنه هذه الإشارة راح تدخل إلى أنالوج فلتر. بعد دخول إشارة إلى أنالوج فلتر خلصنا من النويز ومن الترددات الغير مرغوب فيها، فتلاحظ إنه الإشارة الناتجة هي عبارة عن باند ليميتد سيجنال، ومن ثم تدخل إلى A2D conversion اللي هو تحويل إشارة from analog to digital. كيف نحول إشارة from analog to digital هو موضوع محاضرتنا لهذا اليوم. عملية تحويل إشارة from analog to digital راح تمر بثلاث مراحل مثل ما واضح أمامكم بالشكل. أول مرحلة هي مرحلة السامبلينج أو السامبلر. The sampler convert the analog signal V of T to discrete time signal with continuous value V of N. بمعنى أنه سوف يقوم بأخذ سامبلات أو عينات من الإشارة الأنالوج المستمرة لكن راح تكون with continuous value. هذه القيم راح تكون continuous value لهذه السامبلات. حصلنا في هذه المرحلة
اللي هو discrete time signal with continuous value. المرحلة اللي تليها هي مرحلة الكوانتايزر أو الكوانتايزيشن، عملية التكميم. المقصود بعملية التكميم الكوانتايزر map the sample value V of N to smaller set of discrete value to obtain the quantized signal. بمعنى أنه الإشارات عندما نقوم بعملية تقطيع هذه الإشارات راح تكون بقيم continuous. الكوانتايزيشن سوف يقوم بعملية تقريب هذه السامبلات إلى أقرب قيمة ديجيتال أو أقرب قيمة انتجر، قيمة quantized. راح نحصل على الكوانتايزد سيجنال ومن ثم تمر بمرحلة الكودر، بمعنى تحويل هذه القيم من ديسكريت إلى ديجيتال، يعني تحول إلى كود 0111 و0 وهكذا. هذه المراحل الثلاثة هي تعتبر مراحل أساسية في عملية الـ A2D conversion، وراح نتطرق إلى هذه المواضيع بالتفصيل في السلايدات التي تليها. تحولت الإشارة from analog to digital signal. بعد ما راح تتحول طبعا راح يكون عندنا digital signal processing، معالجة لهذه الإشارة عن طريق digital signal processor. هذا راح يتعامل مع الإشارة بشكل digital، ممكن أن يكون وعبارة عن digital discrete Fourier series أو digital Fourier transform أو Z transform، أي من العمليات الأرثمتيك الرياضية راح نتعامل معها بشكل digital. الإشارة الناتجة راح تكون هي عبارة عن إشارة digital، راح نحتاج إلى عكس العمليات السابقة أنه نحتاج إلى D2A conversion، تحويل إشارة من digital إلى analog signal. راح تتحول لنا الإشارة إلى analog signal. إذا تلاحظون هناك أيضاً filter at the output أو before output اللي هو reconstruction filter. الفلتر الموجود قبل مرحلة الأوتبوت، الهدف من هذا الفلتر هو عملية وكأنه smoothing للإشارة الناتجة، يعني عكس العمليات السابقة راح يقوم بعملية smoothing للإشارة الناتجة وحتى نحصل على analog output signal. إذا تلاحظون sampling theorem أو sampling processing، إنه الإشارة الموجودة أمامنا هي عبارة عن إشارة analog signal. حتى نقدر العفو تفضل بلي عن سجلها. موجود المحاضرات تسجل. نكمل. واضح الشكل أمامكم؟ نعم ست واضح. فنلاحظ عملية السامبلينج اللي هي أخذ عينات من هذه الإشارة. فكيف نقوم بعملية sampling لهذه الإشارة؟ الإشارة الناتجة أمامنا اللي هي عبارة عن x of t، حتى نقدر نحول هذه الإشارة وناخذ عينات من هذه الإشارة اللي نحولها إلى sample، راح تكون هذه العملية وكأنه عملية ضرب الإشارة في دلتا t. إذا تذكرون الدلتا t كانت unit impulse signal، هذه الإشارة اليونت إمبلس سيجنال قيمتها تذكرون كانت 1 عندما تكون T تساوي 0 وإلا 0. إذا أخذنا summation من الدلتا T minus N T capital، بمعنى عد مجموعة من القيم عند T sample 2 T sample 3 T sample عد زمن period ثابت، تلاحظ أنه عند ضرب الإشارة الـ analog input signal with delta t with different with time shifting property باستخدام time shifting للـ delta t، ضرب هذه الإشارتين راح نحصل على
الاشاره الناتجه اللي هي راح تكون الواي اوف تي، اللي هي راح تكون شكلها عباره عن سامبلات. الفرق ما بين سامبل وسامبل اخر هو عباره عن زمن ثابت. هذا فيما يخص شكل الاشاره بالتايم دومين. اما بالنسبه الى الفريكونسي دومين، اذا تلاحظ انه في الاكس اوف تي لوحده ظهر شكل الاشاره اكس اوف اوميجا هو عباره عن الشكل الموجود امامكم. اما في حاله كون الاشاره اخذنا عينات سامبلات من هذه الاشاره، طبعا الاشاره تحولت from analog to digital. الفريكونسي دومين لهذه الاشاره ايضا راح يكون بشكل انالوج، لكن راح تتكرر الاشاره. تلاحظون عند الزيرو عند الاوميجا سامبلينج 2 اوميجا سامبلينج، وهكذا راح شكل الفريكونسي دومين، شكل الاشاره راح يتكرر عند مضاعفات التي سامبلينج. اذا مثل ما ذكرنا بالمثال السابق to discretize the signal. The gap between sample should be fixed. إذا المسافة ما بين sample وsample آخر يجب أن تكون ثابتة. هذا الجاب هو يطلق عليه بما يسمى بال sampling. المسافة ما بين sample وsample آخر. الـ sampling frequency الـ F sampling هو عبارة عن 1 على T sampling. Where T sampling هو sampling time اللي هو sample per second. أما بالنسبة لل F sampling هو sampling frequency أو sampling rate. The sampling rate denote the number of sample taken per second. إذا number of sample per second أو finite set of value. تلاحظون الإشارة الموجودة أمامكم هي عبارة عن إشارة analog أو continuous time signal. أخذنا عينات من هذه الإشارة. إذا تلاحظون أكو هنا الـ sampling interval T، فعدنا في هالمكان من الصفر 1T 2T 3 4 وهكذا. مسافات ثابتة ما بين سامبل وسامبل آخر حتى نقدر نحول الإشارة from analog to discrete. يجب أن يكون هناك علاقة ما بين الأنالوج والديجيتال. فنلاحظ أنه في حالة الأنالوج سيجنال كنا عم نتعامل مع إشارة هي X of T with time T T small. نقدر نحول الإشارة من أنالوج إلى ديجيتال، وذلك عن طريق التعامل مع X of N. يعني عوضاً عن X of T راح نتعامل مع ما يسمى ب X of N. X of N راح يكون قيمته هو نفس الإشارة الـ X أنالوج، لكن عند كل T small تستبدل ب N T capital. For n small راح تبدأ من 0 1 2 وتستمر إلى n capital. Which means that x have value at multiple value of time t capital. اللي هو يمثل لنا sampling time. مثل ما تلاحظون أمامنا، إذا عند تقطيع الإشارة فراح تكون مكان x of t السامبلات من هذه الإشارة راح تتحول إلى X of N، والتايم كل T تستبدل ب N T capital، وبالتالي راح تتحول الإشارة إلى Discrete Time Signal. تلاحظ الإشارة الموجودة أمامكم اللي هي الـ S of T
وعند أخذ عينات من هذه الإشارة راح تتحول إلى S of N. الإشارة الـ S of T هي عبارة عن cosine 2 pi F T أو F A اللي هو الأنالوج سيجنال. كيف نحول هذه الإشارة من أنالوج إلى ديسكريت؟ تلاحظ أنه راح نقوم بعملية تحويل كل T small إلى N T sampling، وراح نقوم بالتعويض. الـ T sampling هي عبارة عن 1 على F sampling، وبالتالي راح تكون عندنا الإشارة S of T or S of N في هالمكان، هي عبارة عن cosine 2 by N F A على F sampling، اللي هو راح نعرف frequency آخر اللي هو ياخذ لنا الـ FD of discrete signal اللي يساوي لنا FA على F sampling. وكأنه الإشارة الناتجة S of N هي عبارة عن cosine 2 pi N FD اللي هو الـ frequency of discrete time signal واللي يساوي لنا FA على F sample. طبعاً بالنسبة إلى الـ FA اللي هو الـ frequency of analog signal اللي هو cycle per second، أما بالنسبة للـ F sampling راح يكون عبارة عن sample per second. إذا قمنا بتحليل الإشارتين وضعنا اليونت لكل إشارة، فالنتيجة راح تكون بصيغة الـ frequency of discrete time signal راح يكون عبارة عن cycle per sample، اللي هو النتيجة الخاصة بعملية تحويل الإشارة. هناك مبدأ مهم جدا بعملية السامبلينج لهذه الإشارة، هذا المبدأ اللي هو ما يسمى بالنايكويست ريت. In general الانالوج سيجنال are made of different sinusoidal signal summed together. Therefore the analog signal must be sampled at rate if sampling must be greater than or equal to B. نلاحظ انه الاشارة راح تكون هناك عدة مركبات ترددية لهذه الاشارة. For any signal راح يكون هناك، اذا كانت الاشارة هي موجة sinusoidal فبالامكان انه تكون الاشارة تحتوي على اكثر من مركبة واحدة للترددات. ممكن تكون summation sine cosine، كل واحدة لها تردد معين. فتلاحظ انه الـ F sampling ماذا راح يكون؟ راح يكون ياخذ اكبر او يساوي 2B sample per second. المقصود بالB هو الماكسيمم frequency اللي هو الـ highest frequency in analog signal. لماذا قمنا بأخذ الـ sampling frequency هو عبارة عن المينيمم هو اللي يساوي 2B، الماكسيمم هو أكبر أو يساوي، لكن أصغر أو أقل قيمة يجب أن تكون تساوي 2B. الهدف من هذا الاختيار هو to ensure the analog signal can be recovered from discrete time signal، بمعنى أن الـ sampling frequency عندما يكون يساوي أو أكبر من double maximum frequency في هذه الحالة نستطيع استرجاع الإشارة بشكل كامل. أما عندما يكون الـ sampling frequency أقل منها أعلى تردد، فنلاحظ أنه الإشارة المسترجعة راح يحدث بها بعض القطوعات أو لن نستطيع استرجاع الإشارة بالكامل. الـ minimum sampling rate required to recover the analog signal from discrete time is called Nyquist rate. إذن الـ Nyquist rate يمثل لنا الـ sampling frequency must be equal to maximum frequency. لاحظ الشكل الموجود أمامكم، هذا الشكل يتضمن لنا
الإشارة بالفريكونسي دومين. الإشارة الوسطية تلاحظ إنه ال y of omega with omega هذه for discrete time signal. طبعا الإشارة شكل الإشارة of discrete time signal أيضا يكون هو من نوع ال continuous time signal y of omega، ولكن نلاحظ إنه هذا الشكل متكرر عند ال omega 2 أوميجا 3 أوميجا 4 أوميجا وهكذا. تلاحظ أنه هذه الحالة at F sampling يساوينا 2F max أو 2B، هذا يسمى الـ sampling rate أو الـ perfect sampling بهذا الشكل. عندما تكون الإشارة F sampling راح نلاحظ أنه راح يكون هناك فرق، وبهذا الشكل إشارة بالكامل بدون ما نفقد أي شيء من الإشارة. أما عندما يكون السامبلينج فريكونسي 2F max اللي هو تلاحظ أنه الإشارة، بالتالي عندما نحاول نصلي في هالمكان راح يصير قطع بالإشارة بالإدات غير مرغوب فيها في هذه الإشارة. ولهذا نحن وضعنا ما يسمى المبدأ أنه حتى أقدر أسترجع الإشارة بالكامل بدون أن يكون على الأقل يجب أن يساوي ضعف أعلى تردد الإشارة بدون أي تشويه، وأما إذا كان أكبر فهو يعتبر أفضل أقل، فراح يصير عندنا تشويه في شكل الإشارة الناتجة. تلاحظون أمامنا موجود مثال بسيط يوضح لنا هنا. Given the analog signal الـ V of T هي عبارة عن كوساين 2 باي 300 تي زائد 3 كوساين 2 باي تي بلس 2 كوساين 500 اوف تي. المطلوب عندنا في هذا المثال اولا calculate Nyquist rate of the signal. تلاحظ انه هذه الاشارة الموجودة امامك نحن متعودين انه موجة الكوساين او الساين ينبغي ان يكون تحتوي على تردد 5 كوساين 2 باي اف تي زائدا 3 كوساين 2 باي اف تي. فتلاحظ الفريكونسي الاول هو عبارة عن 300، الفريكونسي الثاني هو عبارة عن 50، عبارة عن 500. فالنايكوست اللي هو ال 500 ب ضربوا في 2، فإذا الناكوست ريت حيساوي لنا 2F max هو دبل لضعف أعلى تردد، وراح أعلى تردد موجود عندنا 500، فالناتج راح يكون عبارة عن sampling frequency أو ناكوست ريت هرتز. If the signal نفسه V of T 500 sample per second resulting of discrete time signal ناتجة في حالة الديسكريت إذا كانت. تلاحظ بالنسبة لهذه الإشارة نحن نعرف حتى نحول الإشارة من continuous T small بN T capital. بالنسبة لهذه الإشارة هي واحد على، وبالتالي رح نجي على ال V 5 cosine 2 pi 300 500 وكل تي ان زائدا 3 باي في 50 ان على 500 كوساين 2 باي ان لانه 500، وبالتالي راح تكون 2 باي ان. هذا بالنسبه للاشاره الناتجه بسكريت. النقطه أو الفرع رقم C كوم V of N back to an analog signal and compare with V of T. إذا تلاحظون نحن بالمثال البارت B 300 على 500 راح يكون عندنا 0.6 N، وكأنه الإشارة راح تكون 5 cosine N زائد 3 cosine N زائدا 2 كوساين 2 باي ان، والكوساين 2 باي ان دائما راح
وكأنه زائد 2. إذا هذه شكل الإشارة بالN V of N T sampling. اللي كل T small تستبدل بN T sampling. 5 cosine 2 pi إذن 3 cosine 2 pi 0.1 N plus 2. هذه الإشارة إلى الشكل الآخر اللي هو analog signal. طبعا إذا طلع we observe that frequency 0.6 cycle per since it the actual frequency is. نلاحظ إنه ال 0.6 راح يسبب لنا بالنسبة لي الإشارة حتى أقدر أستعيض عن ب 1 minus 0.3 هو نفسه بالضبط هو 0.6 مع 1 minus 0.4 n والكوساين 2 باي n minus 0.4 n. إذا شكل الإشارة الكوساين 2 باي n هي دائما 1. تلاحظ إنه الإشارة راح تكون عندنا بالشكل التالي 5 plus 5 cosine 2 pi 0.4 n 0.1 n plus 2. حتى أحول هذه الإشارة from discrete to continuous راح أقوم باستخدام الصيغة التالية f sampling في t. راح كل n راح أستبدلها ب f sampling في t. هذه القانون جانا من القانون الأصلي الإشارة اللي متعودين عليها اللي هو نحن كل t small تستبدل ب n t capital. مو تمام؟ أو نساويها ب n t sampling. ال n t sampling اللي هي وكأنه n على f sampling. إذا قيمة ال n راح تكون هي ال f sampling. نيجي نعوض عن كل n f sampling في t مضروب في ال t راح نحصل على الإشارة اللي هي signal. هناك مثال آخر ال x of t اللي هي عبارة عن 10 كوساين باي أوفر 3000 t plus 1000 t is to be what is the maximum allowable time interval between sample value to perfect repeating. إذا تلاحظون من هذه الإشارة time interval يعني هو ال t. نحن متعودين انه الكوساين 2 باي f فنجي الى الاشاره الاولى اللي هي 10 كوساين باي 2000 t. نحن متعودين انه 2 باي f t وليس 2000 t فال 2 باي f t راح اساوي. اذا الماكسيمم فريكونسي هو عباره عن 2000 على اللي هو 3 راح يكون عباره عن 2000 اللي هو 318 0.3 هرتز. السامبلينج فريكونسي اللي هو نحن متعودين هو 2f max. مو تمام؟ حتى نحصل الماكسيمم الهايست فريكونسي هو ستريت. اما بالنسبه الى التي سامبلينج فهو ينبغي ان يكون اصغر او يساوي. اذا كان السامبلينج فريكونسي اكبر او يساوي فالسامبلينج اصغر او يساوي. عندنا الدبل الماكسيمم فريكونسي 18.3 في 2 راح يكون عندنا 636. اذا اردنا التايم فهو مقلوب هذه الاشاره 1 على 636.6 راح يكون 0.1 سكند. Prepend 1 hour of uniform how many sample value need to be solved اللي هو 636 sample per second. ال 1 اور اللي هو فالعدد السامبلات راح يكون عباره عن 2 × 10^6 سامبل حتى نقدر نحصل هذه السامبلات لفتره زمن 1 الى من الوقت. رحله اللي هي الكوانتايزيشن اللي هي عملية المقصود بعملية التكميم بمعنى عملية أقرب مستوى أو أقرب نقطة أقدر أتعامل معها. الكوانتايزيشن
is the process, the continuous value of discrete time signal, V of n, to a set of finite value. بمعنى عملية تقريب الإشارة إلى أقرب مستوى. The resulting quantized signal will be denoted وكأنه V quantized of n. تقريب الإشارة إلى أقرب مستوى. The discrete value of quantized signal are called the quantization level. طبعا القيم المقربة قريبات من التقريب حتى أقدر أقرب السامبلات إلى أقرب مستوى. The distance between level is called quantization step size. المسافة ما بين هذه المستوى the Q or المستويات. Mapping quantized level introduced error. هناك سامبلات, هذه السامبلات تم تقطيع continuous. هذه الإشارة continuous, الإشارة أخذ عينات من الإشارة, قمنا بعملية السامبلينج. عملية السامبلينج نحتاج إلى عملية تقريب هذه السامبلات إلى أقرب عدد. يكون السامبل في منتصف, قد يكون قيم أعلى قيم أدنى, فنحن راح نقربه إلى مستويات. هذه هناك راح يكون عندنا ليفلات ما بين هذه الإشارات. المسافة ما بين راح يطلق عليها بالستيب سايز quantization step size Q or delta. عملية التقريب لهذه السامبلات هذا الايرور اللي هو لينه بالquantization error. Given VFN الإشارة الأصلية والإشارة and resulting quantized signal, المعادلة الخاصة بالquantization error راح يكون V quantized الإشارة المقربة minus V of N مطروح منه الإشارة الأصلية. طبعا لاحظوا أمامنا هاي الإشارة اللي هي باللون الأحمر هي الإشارة الكونتينيوس. إذا تلاحظون الإشارة المنقطة هي سامبلات من الإشارة. طبعا اللي باللون الأسود quantized signal معدلة, يعني أنا يفترض الإشارة الأولى أوكي راح تكون عند الواحد, الإشارة الثانية راح تكون إذا تشوفون على الخط الأحمر بالضبط السامبل الثاني, السامبل الثالث أيضا على الخط الأحمر. أنا بالنسبة لي السامبلات راح أقوم بعملية تقسيم ليفلات, راح يكون عندي إنه هي مقسمة إلى مستويات 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 وماينس 0.2, 0.4, 0.6, -0.8, -1. راح أقرب هذه السامبلات إلى هذه الفرق ما هذه الليفلات اللي هو يسمونه الكوانتايزيشن ستيب سايز اللي هو الدلتا. مثل ما تلاحظون في هالشكل الموجود أمامنا فإنه الكيو أو الدلتا هو عبارة عن 0.2. ذكرنا لكم راح يكون هناك ايرور. ايرور هو راح ياخذ V quantized minus V of N, راح يكون الفرق ما بين الإشارة الكوانتايز المقربة مع السامبل الأصلي. إذا تلاحظون إنه الماكسيمم ايرور وين راح يكون عندنا؟ الماكسيمم ايرور راح يكون عندما تكون الإشارة في المنتصف, يعني راح يكون عند منتصف الستيب سايز. ماكسيمم ايرور راح يكون عندما تكون اللي هي المنتصف. ماكسيمم ايرور او الايرور راح يكون اكبر او يساوي من كيو اوفر 2 او الدلتا اوفر 2 عندما تكون الاشاره في المنتصف كوانتايزيشن ايرور. هذا بوزيتيف ايضا راح تكون اصغر, هذا عاده للكوانتايزيشن ايرور. تلاحظ ايضا نحن ذكرنا في هالمكان الكوانتايزيشن ستيب اللي هو الستيب سايز او الدلتا كان حسابه عن طريق الفي ماكس ماينس في اوف ال ماينس 1.
ال n minus 1 اللي هو يمثل لنا النمبر اوف كوانتايزيشن المستويات بالنسبه لهذه المستويات المقصود بها او تساوي 2 to power n، بمعنى انه عدد البتات اللي اقدر امثل بها الاشاره حتى احول هذه الاشاره. اذا مرة راح اقرب الاشاره الى هذه الاشاره ال v max minus اللي هو يعني اعلى قيمه ناقص ادنى قيمه راح يسمى بالدايناميك رينج اوف ذا سيجنال، المستوى الديناميكي بالنسبه للاشاره ما بين اعلى اشاره واقل اشاره. هذه القيم قربنا هذه القيم الى اقرب مستوى. بعد ما قربنا هذه القيم الى اقرب مستوى نحتاج الى ما يسمى ب الكون. عملية الكونيج وكأنه نحن نقوم بعملية تحويل هذه الأرقام من ديسكريت إلى ديجيتال. تلاحظ أنه الإشارة عندما تكون عند الصفر راح أمثلها بزيرو زيرو زيرو زيرو، عند البوينت 2 راح أمثلها بهذا الشكل، عند الديجيتال أو كودر خاص لكل رقم أقدر أتعامل معه. Then the final part of analog to digital conversion require quantization level 2 to binary vector number of length n bit. لاحظوا كان لدينا L تساوي 11 مستوى بالنسبة للإشارة. حتى أقدر أمثل رقم 11 أنا المينيمم length of binary vector must be 4 bit. تمام؟ لأن حتى أقدر أمثل رقم 11 فأنا مضطرة أنه أحتاج 3 bit ما راح تكفيني، فراح أحتاج إلى 4 bit. إذن ال B راح تساوي لنا 4، ال L راح يساوي لنا 2 to the power n اللي هو راح يكون يجب أن يكون أكبر من عدد ال L الموجودة عندنا اللي هو 11. إذن نقدر نستخدم ال 4 bit. ال one possible mapping of quantization level to binary vector is shown below. لاحظ إنه نحن اللي موجود عندنا اللي هو ال 1 ال 0.8.20 minus 0.2 4 minus 0.6 minus 0.8 وماينس هذه القيم انا ما راح اتعامل مع 0.1، انا راح اتعامل مع 1010 اللي يقابل لنا ال1، ال 0.8 اللي راح 0010، ال 0.600. اذا راح اتعامل مع مرحله اقل سيجنال اللي تحولت اشارات الى باينري او ديجيتال فورم، راح يتم ارسال هذه الاشارات الى الديجيتال بروسيسور زيرو. بالتالي انا حولت هذه الاشاره الداخله من كونتينوس، لكن مع مراعاه انا اعرف الناتج من يكون عندي 0.00 ما يكافئ اللي هو 0.2. هذه حصلنا عليها من عمليه الكوانتايزيشن، قمنا بتقييم مستويات وهذه المستويات بالنسبه لنا مستوى كوانتايزيشن ليفل ثابته، وكل وحده راح تقابل لي رقم معروف لدينا واقدر اتعامل معانه واقدر اخذ القيم ثابته. بعدها راح تدخل هارد الى ديجيتال بروسيسر، نقدر نتعامل بروسيسر كديجيتال نمبر. بعد ما راح تتعامل مع هذه الاشارات الناتج من الى العمليات عكس العمليات بالضبط اللي هو يقوم بتحويلها من ديجيتال. فعمليات التحويل لاحظوا انه من ديجيتال الى انالوج، اذا هم ديجيتال كوانتايزيشن راح يكون دي كوانتايزيشن وكانه عمليه لكن بالعكس، والمرحله الاخيره اللي هي عمليه سموذنج بالنسبه لي ياخذ عينات من هذه الاشاره ويقرب الى اقرب مستوى ومن ثم يقوم بعمليه سموذنج.
وضعنا هنا اللي فيما يخص عملية السامبلينج لهذه الإشارة. أكو أي سؤال فيما يخص هذه المفردات؟ شباب أكو أي نقطة ما واضحة؟ أكو أي سؤال؟ الظهر لا، لأني ما يسمحوك ما حدا يسأل. سؤال بالنسبة لهذه المفردات؟ نحن أهم مسألة نبدي بها واضح هذه المسألة بالنسبة لنا، نحن ما راح نحاسب كثير على، راح نعرف هاي المسألة فما راح نحاسب على الحضور اليوم إلى نعالج هذه المشكلة. طبعا أهم مسألة هي هاي المحاضرة، لأنه هاي المحاضرة اللي هو بيها التفصيلات الخاصة بالكيفية. بسمع الصوت راح من عند تحكين، هاي من عند تقولين المسألة أهم مسألة، يعني ما سمعنا شنو اللي حكيتينه. احنا بالنسبه لنا راح ننزلها ايضا فيديويا. اهم مساله هي عمليه تحويل الاشاره from continuous الى discrete، ونحن بالترى من continuous الى discrete. المحاضرات القادمه كلها راح تكون التعامل مع digital signal، هي راح نبديها with digital signal. تمام ست، واضح؟ واضح. نحن نهاية المحاضرة هومورك بسيط، وبالإضافة إلى أنه اللي في الكتب المرفقة عندكم. طبعاً هاي المسألة يعني هسه أنا المحاضرة موجودة عندي على الحاسبة، لأنا سحبتها عندي نسخة ورقية ومجهزتها ورقية. أطلبوا من عندكم فعلاً أنه أنت مثلاً أحد من زملائك ممكن سحبوها، وأنت متحبون نحن أنا مستعد أنا أخليها، بس ما كل أستاذ يجي يخلي نسخة يعني من المادة، يقول لك أنا عاد أعطيها أونلاين. يعني يقدر واحد من زملائكم يسحبها ويخليها نسخة. المحاضرة عاد أسوي لها كوبي وبرنت وأطبعها وأخليها عندي ورقياً. أنت فعلاً من تجي تقرأ هو أفضل لك ورقياً. أنا هذا الأونلاين هذا بس مجرد لمراعاة لهذه الظروف. بس أنت كطالب أو شيء أقرأ، أنا يعجبني أمسك ورقة وقلم وأكتب وأشهر. أوكي؟ أنا ما مستعدة، ما عندي أي مانع. أنت يوم اللي تجي تحط عند الاستنساخ الشخص اللي يحتاج. اهلا، هسه راح بالنسبه لنا هسه راح ننزل الحضور خاص، وبس تثبت لي حضورك. عندهم كهرباء شلون اذكر لك اسماء لو انت ما راح تسجلين غياب لو شلون؟ والله انا راح اخذ الحضور الحالي بالنسبه للطلاب اللي ما يعني اذا راح نشوف تتكرر لا بالله راح نخلي علامات استفهام، لأن مرة واحدة ما يخالف مقبول، بس أكثر من مرة يعني الغياب ما مقبول. يعني جزء إحنا بالأخير راح نراعي غياب واحد غيابين، بس مو دائما ومتكرر. ما هي لأنه هاي الظروف اللي عن مرفع عندي الكهرباء اليوم أنا أجهز نفسي ما يخالف، الأسبوع القادم ألقي لي حل. تمام؟ تمام. قدرت يعني الغياب مرة نقدر نعتبره مسموح، بس من يتجاوز الغياب علامات استفهام. فاللي يغيب اليوم ما يخالف، أنا عاد أقول لك راح آخذ الحضور. والبقية ما راح أعتبره يعني غياب، لكن أثبت أوثق. اتكررت مرة ثانية ثالثة لا، معناته الشخص تعرف يعني كلتنا حريصين نوفر لأنفسنا هاي الظروف. تمام. أوكي؟ تمام. وبالنسبة للملازم ست، هي أول بمر استنساخ مال الكلية اللي يحتاجه يعني بس يروح علينا موجودي. يعني ما عندي مانع، أي شخص يمر علي النسخة موجودة عندي ورقيا. يعني أنا مثل ما ذكرت موجودة يوم الاستنساخ ست، أي واحد يروح هي أول بمر الاستنساخ هذا بأخذه يعني. ممنون منك وشكرا جزيلا على تعاونك مع زملائك. تمام ست. اوكي. بنات شباب بالنسبه لمساله الكهرب، يحكوا لي طفى الكهرب، فالمساله تمر علينا كلنا، فرجاء شاكل. هي اول وتالي التعليم الالكتروني مره على الموبايل، مره على يعني على الانترنت، يعني اكنك باي طريقه وبأبسط طريقة حتى تقدر تخالف. راح سبحان الله محاضرتنا على هاي المحاضرة راح نراعي الظروف. تحياتي طلاب، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.